السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه أشجار الكينا أو الكافور، أشجار كبيرة ومعمرة ويوجد بها إزهار كثيف. طبعا يستمر تزهير هذه الأشجار إلى 5 أشهر. بدأت في المنطقة هذه تقريبا من شهر 10، من 15/10 تقريبا. الآن نحن في منتصف شهر 1، يعني في نهاية يعني يوم 20/1، ويستمر تزهيرها إلى نهاية شهر 2 ميلادي، أي 5 أشهر تقريبا. الآن نحن في منتصف شهر يناير أو في 20 يناير، يعني في منتصف الشتاء في شدة البرودة. شاهد النحل وقت الإشراق، وقت حرارة الشمس، يخرج ليرعى في هذه الشجرة. يوجد بها حبوب لقاح بكثرة، ويوجد بها عسل بكثرة. طبعا مع تشتية النحل الجيدة بالإمكان بقاء النحل في الأماكن الباردة مع وجود هذه الأشجار، أشجار الكينا. طبعا بتعهدها أيضا بالتغذية أيضا، لكن هذه الشجرة تجعل النحل نشيطا حتى في فصل الشتاء. شاهد الأعلى يوجد نحل، هذا غصن واحد. طبعا الشجرة كبيرة جدا، هذه شجرة أخرى أيضا كبيرة بدأت بالتزهير هذه الأيام. جمال هذه الشجرة في طول مدة التزهير ومحبة النحل لها. هذه شجرة ثانية، شاهد النحل يرعى ويجمع الرحيق ويجمع حبوب اللقاح. ما شاء الله تبارك الله، مليئة بالنحل. طبعا كما أخبرتكم تستمر 5 أشهر تقريبا في التزهير، أي فصل الشتاء كاملا والخريف تقريبا وجزء من الخريف. شاهد النحل يرعى بشراهة ويجمع حبوب اللقاح. يشاهد حبوب اللقاح على أرجل النحل. هذه النحلة يجمع حبوب اللقاح. هذه أيضا حبوب اللقاح لونها أبيض، يميل إلى الصفرة قليلا. ينصح طبعا بوجود العديد من الأشجار في المرعى. طبعا الأشجار لا تزهر كلها في وقت واحد، شجرة وشجرة شجرة وشجرة، أيضا في الشجرة الواحدة غصن وغصن، جزء من الشجرة وجزء من الشجرة يزهر، لا تزهر في وقت واحد. لذلك استمر وقت طويل في التزهير، وهي نافعة جدا للنحل. شاهد الأزهار، ما شاء الله.